سيد سفير، هل معنى كده انه ما بقاش عندنا مشكلة في الدولار بشكل واضح؟ معنى كده ان مشكلة الدولار في طريقها للحل، والارقام هي التي تثبت ذلك. لم يكن بمقدور الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي ان توفر هذه الكميات من الموارد الدولارية للافراج عن سلع يزيد مقدارها عن 6 مليار دولار في شهر واحد، لو لم يكن لدينا من موارد النقد الاجنبي ما يكفي للتعامل مع الموقف. ده جزء مهم جدا. نحن الان يعني الحمد لله في وضع افضل بكثير فيما يخص قدره البنك المركزي والقطاع المصرفي على توفير موارد دولاريه واستغلال هذه الموارد بكفاءه في خلال عمليه الافراج عن السلع الموجوده في الجمارك، بالاضافه الى ان رئيس الوزراء يعني تعهد ايضا وقدم بشرى للمستوردين بانهم ستعمل الحكومه والقطاع المصرفي في الفتره القادمه على ايجاد حل لمشكله المتاخرات اللي هي قبل المصدرين الاجانب، يعني المستوردين المصريين استوردوا سلع والسلع دي دخلت بالفعل ويعني اثمنها لم تسدد بعد. رئيس الوزراء تعهد بتوفير الموارد الدولاريه للمستوردين المصريين علشان يتمكنوا من سداد ما عليهم من متأخرات لدى المصدرين في الخارج. فدي أيضا كان من الأخبار الجيدة اللي بننهي بها العام. يعني لدينا خبرين جيدين. الخبر الأول أن عجلة الإفراج عن السلع في الجمارك بدأت، والانفراجة الحمد لله شهدناها على مدار شهر ديسمبر وسوف تستمر. هذا هو المهم، أنها سوف تستمر. الشيء الثاني يخص المستوردين المصريين، أن كل المتأخرات قبل الأجانب الموردين الأجانب القطاع المصرفي إن شاء الله الفترة القادمة سيساعدهم على تدبير الموارد الدولارية اللازمة لسداد هذه المتأخرات. طيب البضائع اللي لسه موجودة في المواني يا سيد سفير؟ احنا كنا بنتكلم عن اجمالي متراكم في البضائع مقداره 14.5 مليار دولار. لما افرجنا عن 5 مليار خلال اول 23 يوم واضيف اليهم مليار و230 مليون خلال الاربع او خمسه ايام الاخيره، يبقى كده من المبلغ الاجمالي المفروض نخصم ما يقارب 6.25 مليار دولار. يبقى لدينا في الجمارك حاليا مبلغ او اجمالي سلع بضائع حوالي 8.5 مليار دولار. لكن المهم في هذا الامر ان 3.4 مليار دولار من هذه ال 8.5 هي سلع يطلق عليها سلع الصب. سلع الصب دي سلع بطبيعتها موجوده ومخزنه في الجمارك، والجزء الأكبر منها يتجه للتصدير في الخارج. يعني نحن كحكومة مش مطالبين إن احنا وقطاع مصرفي إن احنا نوفر المبلغ اللي هو 3.4 مليار. يعني نستطيع القول إنها مش سلع تنتظر الدخول في السوق المصري. مين اللي المفروض يوفر الدولار لهذه السلع بهذه الكمية؟ هي 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 المستورد، لأنها مستورد. مش مصر هي اللي مستورداها. لأنها سيعاد تصديرها للخارج، يبقى الدولة اللي هي هتروح لها هذه السلع هي اللي تتولى دفعها. في جزء قليل جدا يسير جدا لا يتجاوز 10% من هذه السلع اللي هي سلع الصب يدخل للسوق المصري، لكن فوق ال 90% بيتجه الى دول اخرى، فالدول الاخرى هي اللي بتوفر في هذه الحاله الموارد الدولاريه. يبقى بنتكلم حاليا عن مبلغ لا يتجاوز ما بين 5 إلى 6، أي ربما 5، لان النهارده لو اضفنا المليار و230 مليون يبقى بنتكلم حوالي 5 مليار دولار سلع موجودة في الجمارك. ورئيس الوزراء تعهد في حضور سيادة الرئيس، تعهد أمام سيادة الرئيس خلال يعني الأسبوع الماضي أن الحكومة ستعمل جاهدة على أو لديها بالفعل خطة للإفراج عن المتراكم في الجمارك خلال الشهور القادمة. قبل شهر رمضان هيكون كل السلع اللي موجودة في الجمارك تم المتراكمة تم الإفراج عنها. يعني 5 وشوية مليار بضائع كل شهر هيتم الإفراج عن جزء طبقا للأولوية واحتياج المواطن والسوق.
بالظبط كده، ده دي الخطه اللي الحكومه ستسير عليها، بحيث ان احنا ننتهي من هذه المشكله يعني او القضيه بكاملها برمتها. خلال نعم برمتها خلال يعني اسابيع قليله، وقبل شهر رمضان يكون كل السلع الغذائيه اللي بنحتاجها وكل المواد الخام اللازمه لعمل المصانع موجوده بالفعل، علشان نتفادى وان شاء الله مش هتحصل يعني اي ازمات فيما يخص نقص السلع الغذائيه.